ظهر التضامن العربي في أدلى صوره في تنفيذ قرار مقاطعة السفن الأمريكية في جميع الموانئ العربية، وذلك ردا على مقاطعة السفينة العربية كليوباترا في ميناء نيويورك. فمن المحيط إلى الخليج شهدت موانينا أروع حركة تضامن بين العمال العرب، يصفعون بهذا التضامن كل المؤامرات الصهيونية. وفي ميناء بورسعيد بدت اللافتات التي أقامها العمال العرب ظاهرة للعيان في كل مكان من أنحاء الميناء العربي. وفي الأسكندرية الميناء الزاخر بمختلف البواخر والسفن من جميع أنحاء العالم بدت أيضا آثار مقاطعة السفن الأمريكية ظاهرة للعيان. لقد ظهر في تنفيذ قرار مقاطعة السفن الأمريكية ظهر للعالم كله التضامن العربي في أوضح صوره ليواجه المؤامرة الإسرائيلية بكل آثارها وأهدافها. لقد أجمع 32 ألف عامل عربي يعملون في الموانئ العربية على تنفيذ هذا القرار الخطير. أضرب العمال العرب الذين لا يقبلون التعسف والإرهاب عن تموين السفن الأمريكية، وتركوا البضائع التي كانت ستشحن في أماكنها على أرصفة الميناء. وعدت اللافتات باللغة الإنجليزية والعربية تحمل شعارات المقاطعة وتظهر للعالم أجمع معنى التضامن العربي القوي بين أبناء الأمة العربية. وفي ميناء اللاذقية ميناء الإقليم الشمالي نفذ العمال العرب قرار المقاطعة العربية، وظهرت اللافتات تحمل عبارات المقاطعة الشاملة عبارات التضامن العمالي العربي. وفرض العمال العرب إرادتهم، إرادة التضامن، إرادة الحق، وانتصرنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.